قدس أبونا، قدس الآباء الأجلاء، قدس أبونا الأرشمندريت صابا، الرئيس الروحي لمحافظة الكرك، قدس الآباء الأجلاء، قدس أبونا الحبيب ماركوس. أبنائي وبناتي، سعيد أنا اليوم إني موجود معكم هون في بلدة حمود في محافظة الكرك، هاي المحافظة العزيزة على قلبي، كوني كمان كأسقف بحمل خدمة هاي الأبرشية كيرياكوبوليوس. بطلب من ربنا إنه دايما يعطي كل واحد فيكم كل نعمة وبركة. اليوم إجيت مع الآباء الأجلاء حتى نوضع كاهن جديد عندكم هون في قرية حمود، ببركة أبينا صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وبقرار من المجمع المقدس لكنيسة انتدبت أبونا الشاب الجديد ماركوس مرجي، إنه هو يكون الكاهن هون حتى يخدمكم أنتوا أبنائي في هاي البلدة اللي دايماً بتكلم عنها وبحكي عن أهلها الطيبين، وبتكلم عن شيوخها وشيخاتها اللي حافظوا على حضارتنا، على ثقافتنا، على إيماننا وعلى هويتنا الأرثوذكسية المستقيمة الرأي في أزمنة صعبة. هاي البلدة هي من جذور الوطن الحبيب الأردن الغالي. ما في في الأردن قرى صغيرة وكبيرة، أو مدن مهمة ومدن مش مهمة. كل قرية وكل بلدة وكل مدينة من مدن الأردن هي مهمة، وأهميتها بتنبع من إنها فيها نفوس من أبنائنا المؤمنين اللي افتداهم المسيح بدمه الكريم على الصليب. كل واحد فيكم هو في غاية الأهمية، وعشان هيك أخذت على عاتقي من أول ما صرت أسقف إني أرتب شؤون كل المحافظات بكل احتياجاتها، وقبل كل إشي بكهنتها، حتى يكون في عنا كوادر نشطة ترعى شعبنا، يكون في عنا كوادر كهنوتية اللي دائما وأهم إشي تتمم الخدم الإلهية. وهاي وصاتني إلكم دائما، منا كهنة يقدسوا، منا كهنة يقدسوا صح. ما في مجال اللي الكهنة اللي بتهاونوا مع الخدم الإلهية في زمن يبقوا. الكهنة مدعوين إنهم يتمموا الخدم كاملة بدون اختصار بمخافة ربنا، حتى ينقلوا الإيمان للشعب، حتى يقدر الشعب إنه يقدر من خلال لتورجية الكنيسة إنه يعيش الإيمان ويحيا الحياة لتورجية للكنيسة في أزمنة صعبة، في أزمنة الإنسان المعاصر عماله بتخبط، عماله بمر بأزمات عديدة، قبل كل إشي أزمات نفسية مع ذاته، أزمات في العائلة، أزمات في المجتمع، أزمات اقتصادية، ازدياد البطالة، الأمراض، الأوبئة، الموت الفجائي، عديد من الأمور اللي عماله الإنسان المعاصر هو مثقل فيها. وهون بيجي دورنا نحن الإكليروس، هون بيجي دور الكنيسة حتى تقدم المسيح للشعب المؤمن. ولكن المسيح كيف منا نقدمه إذا نحن ما عشناه؟ إذا المسيح نحن ما التقينا فيه بكل قداس إلهي لما نقدس بكل خشوع وورع، إذا نحن ما التقينا بالمسيح كيف منا ننقل المسيح للشعب؟ عشان هيك كتير من شعبنا بطل يشوف المسيح، لأنه نحن مش عمالنا منشوف المسيح. نحن كتير مرات أخطأنا بحق شعبنا، وأنا عشان هيك من أول ما استلمت رعاية أبرشية الأردن اعتذرت من كل أبنائي وبناتي، وحكيت لهم أنا بعتذر على التقصير طويل الأمد
اللي نحن ارتكبناه وبحمله على ظهري بكل مسؤولية أمام كل الأجيال القادمة، الأجيال السابقة اللي حقيقة عانت ونحن قصرنا، ولكن حان الوقت وحوالي هذا اللفيف من الكهنة الجداد مع الكهنة القديمين، لأنه كلنا مع بعضنا لازم نكون كتلة واحدة، جسد واحد، روح واحدة، حتى نقدر مع بعضنا البعض نحمل هم المسؤولية في هذا الزمن والأزمنة الصعبة. لازم نحن نقدم المسيح، لازم نحن نعيش المحبة ونقدمها لأبنائنا، لازم نحن نعيش الفضائل ونعطيها لأبنائنا حتى يقدروا يتحملوا الظروف الصعبة اللي بمر العالم فيها. عشان هيك أبنائي اليوم بتذكر كل الأباء الكهنة السالف رقادهم اللي خدموا هاي البلدة، وذكرتهم بالقداس الإلهي وشعرت بوجودهم معنا. هدول الآباء الكهنة اللي عاشوا بظروف صعبة وخدموا هاي البلدة، بلدة حمود، وآخرهم كان أبونا صابة ظواهر سامي، نعم، ولكن صابة اسمه الكهنوتي، نعم حبيبي، نعم. ربنا من السماء بصلواتهم هو يساعدنا ويساعد أبونا الجديد ماركوس حتى يتمم الخدمة. كمان بحب أشكر أبونا يوحنا اللي لطيلة سنوات طويلة بعد انتقال أبونا صابة هو خدم هاي البلدة بكل أمانة، بكل إخلاص، بكل محبة، بتفاهم. أبونا بحب أنقل إليك محبة أبينا صاحب الغبطة ومحبتي أنا شخصيا لإلك، لأنك دورك مهم هون في المحافظة في القرك، ونحن حقيقة فخورين بالدور اللي بتقوم فيه في هاي المحافظة، لأنك بتقدم المسيح. أنا بدي تقدموا المسيح، ما بدي تقدموا شيء تاني، كل شيء تاني الحمد لله عنا إياه بوجود جلالة سيدنا الملك. المحبة والتقدير للكنيسة ودورنا المسيحي في البلاد، الحمد لله جلالة سيدنا أعطانا أكثر مما نستحق وأكثر مما يكون عنا، فالحمد لله نحن بألف خير بالأردن، ولكن نحن مسؤوليتنا مسؤولية روحية، وهذا الدور أنت بتقوم فيه. ربنا يباركك وبشكرك على كل خدمتك لهاي البلدة طورة هاي السنوات. أبونا ماركوس من هاي اللحظة بداخل القداس الإلهي، ونحن اليوم بنحتفل بعيد القديسة بيلاجية الأورشليمية اللي كانت بجبل الزيتون، من أعظم القديسات البارات في كنيستنا. ربنا بشفاعتها يعطيك القوة حتى تقدر تخدم هاي البلدة. زي ما حكيت أبونا مسؤوليتك كبيرة، لأنه هون في صعوبات كثيرة، ولكن هون زي ما حكيت لك بيوم الصيامة أنا بحس ببركة كبيرة. أنا لما زرت كثير من شيوخ وشيخات هاي البلدة حقيقة اتعلمت منهم، وحكيت في صيامتك وإنت متذكر حكيت هون شفت أديار حقيقية مع رهبان نساك حقيقيين في هاي البيوت الموجودة حوالينا هون، من أحياء ولكن كمان من الراقدين. وإنت تمشي بشوارع هاي القرية بتشوف أصالة أردننا، أصالة الوطن، وأصالة بلادنا المقدسة اللي أعطت نور البشارة لكل العالم. بتشوف أرواح ونفوس كل الراقدين اللي حافظوا على إيماننا المستقيم الرأي بظروف الصعبة زي ما حكيت. وقديش دورك مهم إنك تقدر أنت من خلال الليتورجيا، من خلال الصلوات، من خلال القداس الإلهي، من خلال الأسرار الإلهية، إنك تنقل هاي النعم لشعب المسيح المؤمن. ما تهتم للعدد، العدد مش مهم عند المسيح. المسيح أجا وطلب الخروف الواحد الضال، يعني النفس الواحدة، والنفس ثمنها دم المسيح، ما في أغلى من النفس وحدة. عشان هيك
ما في عدد قليل وكبير، في نفوس اللي المسيح افتداها بدمه الكريم على الصليب، ثمنها غالي لأنه المسيح افتداها بدمه على الصليب. ربنا يعطيك القوة، الحكمة، الصبر والمحبة والتضحية حتى تقدر أنت وخريتك تخدموا هاي البلدة، ولكن في نفس الوقت أنت مع قدس أبونا الأرشمندريت صابا الرئيس الروحي للمحافظة تقدر أنك تكون كمان معاون مع باقي إخوتك الكهنة الموجودين في المحافظة حتى تكونوا يد واحدة، حتى تقدروا أنكم تعملوا ما يمكن عمله من أجل خلاص نفوسكم، خلاص نفوس أبناء الرعية، وترسيخ مؤسساتنا الكنسية في المجتمع الكركي، الاهتمام فيها، الاهتمام في الشبيبة، الاهتمام في مدارس الأحد، الاهتمام في المدرسة، الاهتمام بسيدات الكنيسة، زيارة البيوت، مناولة الشيوخ والشيخات في بيوتهم، وكل الواجبات اللي الله تمنى عليها لمجد اسمه القدوس. ربنا يكون معك، محبة أبينا وصلوات أبينا صاحب الغبطة بترافقك، صلاتي أنا وصلاة كل الإكليروس معك، وربنا يعطيك كل نعمة فوق نعمة حتى تقدر إنك تعمل اللي لازم تعمله. مبروك أبونا، وأكسيوس مستحق. ربنا يباركك حبيبي، كل نعمة كل بركة.